السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة برنامج رمضان في الحومة. وفي رمضان كنعيشو أجواء جميلة مع الأحباب قبل الأذان، نسولو ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان في رمضان في الحومة. واليوم كنتواجدوا في الحومة الزهارة. مرحبا بكم في الحومة الزهارة. اليوم ندوزو نهار مزيون مع الناس ديال الحومة. يلا بحال السلام عليكم. زبير، احلى زبير في العام. مزيان مضخم بخير. سينا مزيان بك عنا الله يرحمه. فين كنتواجدوا دابا حاليا؟ احلى حومه في طنجه الزهاره، موقع استراتيجي ملكي. الناس كاملين مرحبا بكم عنا كاملين، الناس الله عمرها سلعه، كليان دراوش بساطه براني. الاجواء د رمضان كيفاش كتخلق في هذه الحومه؟ اش غنقول لك، الاجواء د رمضان كل واحد وكيفاش كيتقاتل في النهار ديالو، هذاك كيتلاقاو هنايا الناس في العشيه الجمامع وكذا. مع عندنا الحومه انتينا كتشوف بالرياض بغرطنا وكذا، الحمد لله الموقع يعني مفتوح، فهمتي؟ دراري شي جماع شي مريح كدا، كاين الدراري على بروجيات هيدا ستيتوين كدا، الدراري العوام يعني كلشي كيترزق على الله، كلشي كيترزق، واللي جا مرحبا به عند مخبزات بوعنان. احلى زبر في العالم التينيكي، خاوه ديالي التينيكي، احلى تينيكي في العالم. تبارك الله على الحباب ديالك. التحية لإبراهيم. كيف ماشي مع رمضان؟ الحمد لله. شحال صمتوا في هذا رمضان؟ أنا صمت 50. تبارك الله. 70. دابا خصك دابا كيسلو كاع عليك ما تيقوش. كي كدا؟ اليوم صايم ولا فاطر؟ صايم. فاطر اليوم. يا فطرت مزيان، المهم نسينا. فاطر يعني كتصوموا. كاملة فاطرة بلا ما تعاول عليه. هادو دابا غلبتي كتبان لي دراري الحومة كامل. سعدات وخا عنده بومات شي كامل، عنده سعدات ويا غادي محسن هنايا عندنا في الزهار. المتابع ديالي براو الدراري، نقولوا للناس عواشر مبروكه اللي كيتفرجوا فيك. عواشر مبروكه، مرحبا بكم في الحومة الزهارة. اول حاجه نقول لك الله يديك الصبر في هذه الحراره هذه. ايوا اش ماشي نقول لك، يعني الصبر هو كل شيء. عاود طيب احمد، شحال نسينا في هذا الدومين هذا؟ ديك 30 عام تبارك الله. تقدر تقول لي شنو تغير من بعد ديك 30 عام 2023، شنو تبدل فيها؟ وما على حسب الازمه وهذا الشيء هذا، فهمتي القضيه؟ دابا داك الشيء ما بقاش عادي بحال اللي كان. حتى داك الطواجن ديال الدراري كنا كنجيو في برا نجبروا الطواجن، دابا ما كاينش الطواجن ما والو، داك الشيء قلال. يعني تقول داك الشيء هذاك مشى مع مواليه، فهمتيني؟ والناس دابا شنو كيجيبوا بزاف؟ وكيجيبوا هيدا بحال دابا مثلا هيدا مره ديك هاد البويو مره، فهمتيني؟ الخبز يعني الخبز كتبقى الخبزيه دائما. الخبز عاوتاني بحال اللي قلتي، عاود الخبز عاديه، عاود مره كيجيبوا عاود. حيت شحال اللي كنا كندوزو قدام فران كنجبروا الطواجن الحلوى تبارك الله. هذيك دابا لا والو، ديك العاده هذيك ما بقاتش هي هذيك، لا والو. واخيرا جبرنا الطاجين كيسعد الخاو ديالي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخاوه، كيسينا مضخم. دابا تينا واقيلا الوحيد اللي عدلتي الطاجين هاد النهار. لا انا جبت هاد السيمانه هاد رمضان كامله طواجن اخاوه هنايا في الحوم. واخا الطاجين ديال اليوم باش عندك معدل؟ اليوم جبنا اخاوه عدلنا بكفته دبيبي تبارك الله العظيم. البارح عدلنا بالحوت، وهذا ما كنديوهاش نفرن اخوتي، فهمتيني؟ كنطيبوه على الفاخر ديالنا، وكنجيبو مجمر فاخر حدانا كيطيب. هذا دابا كتعملوه للعشاء ان شاء الله. هذا مور المغرب ان شاء الله خاو. دابا كتشعلوا فحم كتخليه كيطيب صافي حدانا، حنا مريحين هنا كيجيبوا من المغرب، ولا كنعاودوا نتفرجوا في الدراري. ساعة كنجبروه واجد مع الدراري، كنتجمعوا بسم الله، ها اللي كيجيب الخبز ها اللي كيجيب المناضه، كنضربوا مع راسنا طويج. دابا باقيين دابا عايشين رمضان ديال الاعوام شحال هذه، باقيين خالقين هذا. الدراري 92 كاملين عايشين هاد الاجواء هادوم. لكن الباينات راهو شويه مره هيدا كيطلوا. اما الدراري قدامين اللي كنعرفوا هنا كاملين كنعملوا الطواجن هنا، حيت دابا بحال اللي كنشوفوا العواو صغارين ما بقاوش كيعادلوا الطواجن الماء. قاتي هذاك في حال هذه، حنا دابا كنفكروهم كنزعموهم يجيو من عندنا ياكلوا معانا ولا يجيب الخبز، كنوريهم الايامات شحال هذه. اما الطواجن دابا قلالو، بقاوش الدراري كيعملوهم والله العظيم. كنحيو فيهم التراث، فهمت شنو اللي كتحيي فيهم؟ كنحيو فيهم التراث، الشباب صغار كنحيو فيهم التراث. كنسينا مع الصديق ديالنا ملي بدا رمضان ديالي صاحبي، يا الخاو ديالك 20 ورقه بحال الخبز تبارك الله. الله يخليكم باطيسكم دابا انتم تخلقوا الاجواء كل رمضان دائما. كل رمضان هيدا خاي ابراهيم والله العظيم في الطواجن باقي كنخرجوا عاود نبيعوا شراء في كلشي الصراحه والله. يعني الدراري هذيك كيبان عاود كتزورنا يعني الجلود وهذه والله العظيم هذه الهضره. يعني دابا شحال هاد ال10 سنوات الصديق ديالك ملي رجع من الغربه وحنا 20 شحال يكون من عام دا 2015 يا 2017 تبارك الله. دابا مدوزينها مع بعضياتكم خالقينها كما كنقولوا بزاف اخاو دير والله العظيم بالله تبارك الله عليكم. وشنو عاد تقول المغاربه اللي كيتفرجوا فينا؟ دابا خوتي وتحياتي ودعموا هذا السيد الله عمره السلعه. كيفاش عاملين الاجواء في الزهار؟ تينا كتشوف اخاي ابراهيم مع الدراري الحومه ديالنا هنايا تخلص من الواليد. اخي محمد هذا المشروع اللي عاملو واش دائما هنايا او لا غير في رمضان؟ لا هي دابا في رمضان تحركوا ترزق الله وسالم شي حاجه. تعاون مع الناس ديال الحومه مع الدراري مع الناس الحومه نقربوا لهم السخران عندو بلا ما يبقى ماشي تن السوق. يعني اذا كتخلق الاجواء في الحومه مع الناس مع الدراري شي حاجه سينا كتشوف محركين مع بعضياتنا. كاينه شي طواجن ولا باقي ما كاينه والو؟ كاينين بعض المرات سيداك تحركوا مع الدراري كتفطروا هنا كتعدوا الطواجن كتفطروا هنا ضروري. اخي ابراهيم تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي ابراهيم، مرحبا بك عندنا في حومه الزهاره اخي ابراهيم. اخي ابراهيم باش معروفه الزهاره؟ الزهاره معروفه بالكلمه الخاوه ديالي، حنا ما عندناش بنادم باش هنايا نهائيا. ثاني حاجه ما عرفناش كيفاش في المغرب واحد المره وقعت جابوا لنا مهندس واعر، ما عندناش العشوائيه الخاوه. حنا معروفين ان الزهاره الديور مقاتلين زناقي واسعين الرياضات، حنايا معروفين. الزهاره شحال هذه كتسميه بكسبرطه العوامه، هذه هي الباركي ديالها. هنايا كيوقف التاكسي ايامات ملي كان باقي الشارع مع الدر غير بيستا يتسرب صفر. مرحبا. دابا انا قلت لك الاجواء كيفاش كتجوزوها في الحوم؟ اجواء كندوزوها قمه في الروعه الخاوه ديالي. كاينه الطواجن كاينه الخرجات كاينه دابا بحال دابا انا جبرتيني كنستكسف عامل مع واحد 7 دراري نحاول ما طالعين بحال نهار النمنار غنجيبوها فهم نهار الفطور تما ولا عاد تجيو بحال الفطور والعشاء حنا ما كنفطروش غنمشيو معاكم وصافي. مرحبا بك سينا المصور ديالنا الله يعزك اخي الله يرحم والديك. كتشوف اخي ابراهيم كلشي ناشط ضاحكين الدراري د الحومه كامله جالسه مع بعضياتها الاجواء بخير كدوز عواشركم مبروك. كاين لا طواجن لا والو العشيوه راه غير تجري وتماره كيقول لك رمضان د العباده ما كاين لا رمضان د العباده لا والو كلشي جاري مور الدراهم العشيوه هنايا. نسينا وقيله بيدك نهار ونسينا كتجري وانا كنجري والله العظيم جاري كنصلح واحد محل كنصليو بحال الصلاه ديالنا باخر. ولكن تقول لي زعما ديك الكثره كيجري على الطواجن شي كيعمل هيدا شي كيعمل هيدا والدبيزات. دابا هنايا الزهره يضاف عندهم هنايا شنو نقول لك انا ينفجر الحومه لحد تما السوق كيبان لي بنادم بحال اللي خصو يدابز خصو يلساق. يعني كتجيب حالك هنا نضربوا لنا هنايا كنجبروا هنايا بنادم كنبقاو نتعاودوا معاه نجلسوا كنهرسوا معاه هيدا الوقيت ونمشيو بحال. شحال من عام ونسينا في الزهاره هنا؟ انا دابا راسي 11 سنه وانا في هاد الحومه هادي. في الاول قبل فين كنتي كتسكن؟ كنت كنسكن في ارض الدوله العسيره اخي. دابا شنو اللي خلاك تجي هنايا وشنو يعجبك في هاد الحومه هادي؟ هادي الحومه فيها العشران واصدقاء كنجيو كنتجمعوا معاهم ونتقهواو معاهم كما كتعرف. دابا غير الغلا ما كنا كنشبعوا طواجن هنايا في هاد الحومه هادي مع الدراري د الحوم. دابا ملي غلا تما عيشه كلشي داب راسك ما بقى لا طواجن ولا والو اللي فاين. داكشي اللي كانوا كيجلسوا الدراري في الحومات بقى شي كيما كان والو اخي. داكشي تسمحا دابا الله يحفظ تخاف بصله 15 درهم بطاطا 9 درهم مطيشه 9 درهم. دابا كيلو الطاطا يدخلوا للدار ويهني راسك حتى الدار وما تدخلوش. علاش اش ماشي تدخلوا للدار؟ شريها طيبه وجيبها احسن ما تشريها. تبارك الله عليك. شنو غتقول المغاربه اللي كيتفرجوا فيه؟ عواشر مبروكه بالصحه والسلامه لجميع المغاربه ان شاء الله اللي في المغرب وخارج المغرب وكنتمناو لهذا الغلا هذا يطيح، ما يبقاش هاد الاسعار هادي راه دمرت المغاربه كاملين. اللي عنده راه عايش واللي ما عندوش الاغلبيه 70% معذبه مسكين. تبارك الله الله يعزك. سينا لبس الزرق اليوم ضروري الخاوه كلشي الزرق. خا ياسين كيف عامله الاجواء في رمضان في الحومه الزهارة؟ واش غنقول لك اجواء ما بقاتش بحال اللي كانت مع دغال العصر وهادشي هذا، الاجواء تبدلت. شحال لا شحال اللي كنلعبوا صغارين كتجبرهم بالطواجن، يعني بنادم كتجبرهم باش يوقف السخره راجع. دابا زين كتشوف الاجواء تبدلت مره، باو صغاري ما كاين لا طواجن لا والو، الدنيا شاحت. الحومه الزهارة باش معروفه بزاف، اش غنقول هنا معروفه يعني بالكلب. هنايا تدخل احياء الخاوه ماشي بحال احياء اخرين، يعني شعبيه بزاف، يعني هنايا كاين الكال ما كاينش الواو بزاف، يعني هنايا ترى كيحترم هذا كيحترم هذا. الحومه الله يعمر راسها اللي عم الناس ديالها كلشي ديالها. دابا الحلق كنعرفوها في هاد رمضان كدور والصرفاخ. دابا الخاوه مضروبه فينا العتمه، الخاوه سال اليوم العيد دابا سال الاواخر نهار السبت الدنيا خاويه، سال الاواخر الساعه ان شاء الله كيكون شويه كيتجمع. خاو ديالي تبارك الله الله يحفظك اخويا، كيف ماشي مع رمضان؟ الحمد لله بخير والله. هذه التحسينه الاولانيه ولا الاخرانيه ولا باقا تزيد شي وحده؟ نقول لك هذه التحسينه الاولانيه، يعني باقا تزيد وحده اخرى ان شاء الله، وحده تكون دفينال ان شاء الله. بصح الله يرحم والديك. وكي اجي كتكون هنا زينه؟ لا ما كتكونش هنا بعيد اخا. يا كتجي بحال كنجي نحسن عنده بعيد، كتكون في المستقبل تبارك الله. وشنو كيخليك تجي انا عند ياسين الزهارة؟ هو حلق واعك تبارك الله عليه، كيحسن مزيان، كيعرف يحسن، كيعرف يتعامل مع الكليان مزيان. كيتعامل مزيان وكيف فاهمني، يعني بلا ما كنقول يعني كترتاح معاه صافي ترتاح معاه. الله يرحم والديك الله يعاودك. رمضان مبارك سعيد وعشو مبروكه، والله يدخل علينا الصحه والهنا ان شاء الله، ونتمناو الخير لجميع المسلمين ان شاء الله. كنصنع كخفورتي وكنصنع اي حاجه ديال الحديد، حتى الطياره كنصنعوها الا بغيتي خايبر تبارك الله. دابا نسينا شحال، دابا نسينا وقيلا من الصغر ديالك، ونسينا ملي خلقت جبرت الوالد ديالي الخوه ديالي كي بهذا الشيء هذا، بهذا الدومين هذا فهمتيني. خلقنا جبرنا الحديد حدانا، هيداك طلعنا للغربه في 2004 مع بيلا البوري الدراري هيدا، عاود ورجعنا في 2008 رجعنا للصنعه ديالنا فهمتيني. جبرنا الصنعه مزيانه عاود بقينا ماشيين فيها، دابا حنا ماشيين فيها غادي ديالها ما غناتك تسرك. وجبرنا بان المغرب ديالنا فيه ما يدار شي حاجه، يعني المغرب ديالنا كاين ما يتلبق، غير حنايا اللي ما خصك تعرف كيفاش تلعب، خصنا نعرفوا ما نلعبوا معاهم. والسلام اخي ابراهيم الله يرحمه. عواشركم مبروكه، تحيه المغاربه ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وفيفا دريد الغربه وبرشلونه سان سيباستيان، وفيفا الحداده كخافورتي، وفيفا خيبراي تبارك الله. طنجاوي ديالنا كاملين بينا عالميا ودوليا، عز العرب فيفا بلا البراده، فيلا بلا براده. الله يطلق صراحك الخوه ديالي الله يرحم والديك بلال، تحياتي بلال، ودائما مع ابراهيم وندعموا ابراهيم ونشجعوا ابراهيم تيطلع من فوق من فوق، عز العرب. ما عمرنا نتخطاو على ابراهيم، احنا مع ابراهيم تنموتوا. الاجواء في رمضان مخيره ولله الحمد، مع ارتفاع هذا الغلاء ويعني ولله الحمد. يعني نتوما كتشوفوا يا بنادم الا ما نوضتيش تحركتي ويعني ودبرتي راه ما غاديش تاكلها بالنسبه يعني نوحد الفئه انتينا كتعرف، يعني هذاك اللي كينوض صلى 4 العشيه راه ما ياكلهاش، نوض بكري توكل على الله خدم على راسك. هذا الاسم هذا الزهاره، الناس اللي ما كيعرفوهاش كيفاش غنقربوهم لهاد الحومه؟ الزهاره كاين اللي كنقولوا الزهاره كيمشي بعيد، كيمشي دغيا العقل ديالو قصار صغير. هي كاينه الزهاره في طنجه، الله يزهرها على الجميع امين. شارع المملكه العربيه السعوديه، قرب بلديه ديال العوامه، زهاره حداها. هذاك اللي كيكري راه كتعجبو كيبقى هنايا حياته، يعني كاين الناس هنايا يعني 15 عام 10 سنين هما هنايا، يعني تبارك الله عليك اخي عملك الوالدين. شنو غتقول المغاربه اللي كيتفرجوا فينا في هاد العوالم؟ اول حاجه بعدا الفضل ليك، بعدا اللي جيتينا عندنا وكبرتي بينا هو الاولاني. ومغاربه اش غنقول لكم، نوضوا شي نايضه مع هذا الارتفاع هذا، يعني مع هذا الشيء هذا اللي كتشوفوه وكذا، باش يعني حتى ديك الدرويش يعني ما يبقاش هيداك فهمتيني. حنا يعني في واحد الدوله اسلاميه خصنا نكونوا كاملين يعني طبقه وحده تبارك الله. دابا قول لهم عواشر مبروك، يعني ورمضان مبارك، عواشركم مبروكه والله يرحم الوالدين تبارك الله عليك الله يرحم بابك. زهير تبارك الله الله يبارك فيك خاي ابراهيم. الاجواء واعره خاي زهير، مضخمه الخاوه. الزهاره احسن اجواء خاي، احسن حومه في الزهاره في العالم، في طنجه في العالم كامل. الكرم والهنا ومضخمه الخاوه دابا الدراري نقيه وكرم، الدراري حايله، ما كاينش مشاكل، ما كاينش صداع، كلشي خوت اخاي ديالي. كتخلقوا الاجواء مع بعضياتكم. كنخلقوها ديما خالقينها اخاي ابراهيم. ما نخافش عليك. ما تخممش اخاي الزهارة، انا كنقول لك الخاوي الاجواء مضخمه قليل فيه الجبر. شنو غتقول للمغاربه اليوم اللي كيتفرجوا فينا؟ شنو غنقول لهم؟ واش مبروكه ورمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا لكم بالهنا، وعيد مبارك سعيد، لان العيد هو قرب. زبقت. ضروري العيد هو قرب، وان شاء الله لا يدوز عليكم هذا رمضان بخير. الله يرضى عليك. شكرا بزاف. دايما خاي الزهر، يالا بحال انا كنخدم على حساب انا عندي مواكن ديالي، كنخدم اكثريه الصلاح ديال الناس، فهمتي؟ اللي كيشري شي حاجه كنصلحها له، من ناحيه بيع شويش، يعني ما بقاتش بحال الاعوام اللي فاتت. نتمنوا ان شاء الله في الاواخر تسروش قضيه. الله والله الا كنتمنوا ربي يعدل ان شاء الله من عنده. اي والله كنتمنوا. ونايمه الحمد لله الحومه مكالمه، ما كاين لا ترمضين لا والو. لا والو الحمد لله، ما شفنا حتى شي عيب منين بدايه رمضان، ما كاين لا دابيزه لا والو الحمد لله. العول كيجيو كيونسونا، كيلعبوا كيلعبوا كره هنايا، الناس كبارين كيجيو كيريحوا، يعني صراحه ساعات الصلاه كتجبر الناس بزاف الحمد لله. بنادم ما كيجبرش بلاصه ديالو، والله العظيم كتوصل حتى هنايا كيصليو الناس تبارك الله. وشنو اللي كيرتسحك سنين اللي هنايا في الزهاره، شنو اللي كيرتسحك اكثر؟ اللي كيرتاحني بزاف في الزهاره هي الاحترام. كاين الاحترام يعني الحمد لله، يعني ما كاينش يعني العايبه ولا، يعني الاحترام في الزهاره الحمد لله ما شاء الله. يا والله زعما كنتمناو يبقى هيدا. كنقول لهم عواشركم مبروكه ورمضان كريم، والله يعطيكم ما كتمناو في رمضان. تبارك الله عليك. شكرا تبارك الله. كما شفتوا كانت هذه الاجواء في الزهاره، ما اجمل حومه في العالم. وان شاء الله يا ربي نتوما غادي تقولوش من حومه بغيتو نمشيو ليله، كتبوها في كومونتير ونتلاقاو في الحومه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.